هو بحث استكشافي في المضامين والقنوات وطرق المكافحة واللي وطرق المكافحة واللي أعده أستاذ الإعلام من جامعة بلزيت الأستاذ صالح مشرقة. وهذا البحث هو الأول من نوعه في فلسطين كاستجابة لارتفاع وتيرة ظاهرة الأخبار المضللة والكاذبة على الصعيد المحلي والدولي، خاصة في ظل الظروف العالمية والجائحة اللي عم نشهدها واللي زادت يمكن وتيرة الأخبار المضللة والكاذبة على الصعيد المحلي والدولي. والحقيقة الصادمة اللي خرج فيها البحث هو أنه غالبية الفلسطينيين بنسبة 72% تعرضوا لأخبار مضللة. عشان هيك إحنا اليوم موجودين هون عشان نستعرض هذا البحث ونسمع تعقيب الزملاء والزميلات على هذا البحث. وهون يعني بحب أرحب في زملائي وزميلاتي اللي رح يشاركونا خلال الساعة ونصف القادمة في هذه الحوارية. بداية بحب أرحب بالأستاذ صالح مشارقة، وبرحب بأستاذ الإعلام من جامعة بلزيت، برحب بالدكتورة عبير النجار وهي أستاذة مشاركة في الاتصال دراسات الإعلام في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وبرحب بزميلة هلا طنوس هي منسقة برامج الاتصال والإعلام في مكتب اليونسكو في رام الله، وفي الأخير برحب بالزميل بدر عبد الحق هو مؤسس ورئيس تحرير المرصد الفلسطيني لتحقيق وضبط المهنية اللي هو كاشف أو مرصد كاشف. وبداية بحب أبدأ مع الزميل أو في المرحلة الأولى أو المحور الأول بحب أبدأ مع الزميل الأستاذ صالح مشارقة ليعطينا ملخص حول ظاهرة الأخبار المضللة في فلسطين وما هي أهم أسباب انتشار هاي الظاهرة وما هي الأدوات التي تم اعتمادها في هذا البحث الاستكشافي اللي إحنا اليوم عم نستعرضه في هاي الحوارية. تفضل أستاذ صالح. شكرا جزيلا منى، وبرحب بكل الزملاء والزميلات اللي بيشاركونا في هذا في هاي الندوة التفاعلية، وسعيد بهذا القدر من المشاركين وبالفرحة من زملاء باحثين وصحفيين وعاملين في مراصد للتحقق من المعلومات في كل فلسطين ومن خارج فلسطين. وأنا يعني لا يسعني إلا أن أتذكر الصديق الشاب المبدع محمد الشيخ يوسف بكل محبة، وباسمكم جميعاً نؤبن هذه الطاقة الشبابية التي ملأت الفضاء منذ سنوات طويلة بالحياة وبالروح الطيبة وبالعمل المهني وبالإبداع وبالمبادرات الخلاقة في لضبط اضطراب المعلومات. شاب بسيط متواضع ولكنه جميل ومليء بالأحلام، غادر غزة واستطاع أن يؤسس لمرصد معلوماتي مهم على الساحة العربية، أتذكره بكل محبة وأترحم عليه، وآمل أن يظل اسمه منارة ومكان نتذكر فيه الطاقات الشباب وقدرات الشباب رغم الظروف الصعبة، إلا أنهم قادرين على صناعة الأمل والأفكار المبدعة والخلاقة. محمد رغم صغر سنه إلا أنه استطاع أن يترك بصمة كبيرة في محاربة اضطراب المعلومات في فلسطين وفي المنطقة العربية، وترك لنا هذه المؤسسة المحترمة مسبار التي يواكب فيها زملاء الآن إنتاج التقارير التي تضبط المعلومات. لروحه الرحمة يعني، وسيبقى في ذاكرتنا إلى الأبد. لماذا هذا البحث استكشافيا؟ إن شاء الله اليوم أكون خفيف دم ومش أكاديمي على الآخر في طرح هذا الموضوع. منذ أن اتصل علي الزميل نديم الكاشف مدير مركز حملة المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي في شهر 2 الماضي، كانت يعني بوادر ظهور مرض فيروس كورونا تنتشر في كل العالم، وكنا متفاجئين بخطاب كراهية ينتهي وهناك حول ظهور المرض، وفجأة فتح سيل كبير من المعلومات والأخبار المضللة في فلسطين وفي العالم العربي وفي كل العالم. من اللحظة التي استلمت فيها العنوان من نديم قلت ماذا سأفعل، يعني ثمت الكثير من مناهج البحث التي يمكن التطرق لها، ولكن اخترت أن يكون هذا البحث استكشافي. ليش؟
بصراحة، لأني كنت أبحث عن مجموعات تركيز من الضفة الغربية ومن قطاع غزة ومن الأراضي المحتلة عام 48 لتأسيس لمعنى محلي حتى لا تبقى كلمة فيك نيوز مصطلح أو يعني مصطلح له رمزية وله سلطة. أنا أردت أن يذهب إلى الناس العاديين كي يساعدوني في استنباط معنى محلي لهذه الكلمة، بحثاً عن منطقة نقول أننا نحارب الأخبار المضللة من هذا المعنى، من هذه الزاوية، وليس ضمن الفكرة العالمية المهيمنة. كنا استطلاع استكشاف، أو يعني عفواً بحث استكشافي يتضمن أيضاً استطلاع لأول مرة في الدراسات الإعلامية يجذب 515 شخصا من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبعد هذه الأداة ذهبنا إلى خبراء كي يعلقوا على نتائج هذا التحليل. في شغلة أنا أحب أن أشاركها مع كل الزملاء في هذه الندوة، إنه دائما عندما يعني نتحدث عن مناهج البحث العلمي الكل يضطرب والكل يهرب ولا يحبون هذه المادة، ولكن أنا في مراجعة الأدبيات التي أجريتها لغرض إتمام هذا البحث وجدت شيء في منتهى الجمال، ويعني لساعات طويلة قضيت قراءات ممتعة في مناهج بحثية مختلفة، وأنا أكررها هون ليس من باب يعني آمل أن تكون ممتعة للجيل الذي سيأتي بعدنا أو للجيل الحالي، إنه مثلا الأخبار المضللة في مراجعة الأدبيات مرات يتطرقون لها بالنظرية السياسية، فأول ما بتحط فيك نيوز بيطلع لك آلاف المرات تردد فيها اسم ترامب واسم جونسون واسم البريكزيت واسم الانتخابات الأمريكية، ففي مكان للنظرية السياسية في تحليل الأخبار المضللة، وبالإمكان من هناك أن نبدأ يعني أن نبدأ أو أن نجد منهجا بحثيا في هذا الاتجاه. في post truth اللي هي مرحلة ما بعد الحقيقة ترتبط الأخبار المضللة بهذا العالم، وهي أيضا منطقة ممتعة للباحثين سواء الطلاب في البكالوريوس أو في الماجستير أو في الدكتوراه أن يبحثوا هذه الظاهرة. في باحثين آخرين بحثوا الأخبار المضللة من بوابة الذكاء الاصطناعي، أن الذكاء الاصطناعي معادلة رقمية تحب الأخبار المضللة، معادلة خوارزمية تحب التفاعلية على حساب الحقيقة، معادلة رقمية صحيح احنا نفخر فيها انه يعني افضل العقول التي تنتجها، ولكنها للأسف مرات كثيرة تؤسس الى اضطراب في المعلومات. في كمان منهج اخر اللي بيحبه التحليل الماركسي او تحليل الخطاب، انا قرأت ادبيات في هذا الاتجاه في منتهى الأهمية وفي منتهى التجديد والحداث، ليس على طريقة التحليل الماركسي القديم، وانه بيعتبروا انه ترامب استفاد من سيطرة الاخبار المضللة، وهذه السيطرة التي تلاعبت بالمفردات حولها، وهذا التلاعب أدى إلى إنه المعاونين تبعين وقالوا ها والله طالما في منطقة تزدهر في الهيمنة اسمها الأخبار المتضللة بالإمكان أن نستفيد منها وأن نبث من خلالها حملة انتخابية كاملة أدت إلى فوز المهيمنين أو أدت إلى فوز اليمين العالمي. في مرات بدخلوا من بوابة الربيع العربي، في ناس بدخلوا، في أستاذ من جامعة أمريكية سعدت بقراءة بحثه أنه يقدم نصائح لمطوري التطبيقات، فبعطيهم مصفوفة من الكلمات التي يمكن الاستدلال فيها على الأخبار المضللة، وبعدد لهم الدجل، السعادة، الفن، التقريع، التقريض، الاستعراض، يعني منطقة جميلة بالإمكان أن يدخل منها الباحثين. في زاوية ضخمة جدا أو في زاوية مهمة جدا في الأبحاث الخاصة بالأخبار المضللة تتصل بالتضخيم، وفي باحثين بيقولوا أن المشكلة مش بس في الأخبار المضللة كمصدر، وإنما في عالم ضخم وعالم واسع من التضخيم إحنا كلنا نشارك فيه. في دراسات أخرى بحثت الأخبار المضللة من زاوية السعادة، وفي دراسات عالمية قالت أنه يعم المستخدم الجديد هذا سعيد بالرو انفورميشن يعني أو المعلومات النية، أو أنه هو سعيد أيضا بالتفاعل حول معلومات غير رسمية. واضح أننا ندفع ثمن سعادة هؤلاء في هذا الاتجاه. انتقالاً إلى الاستطلاع الذي حدث، فكان عندنا شيء صادم في الاستطلاع أنه 72% من الفلسطينيين الذين أجري عليهم هذا الاستطلاع قالوا أنهم تعرضوا لأخبار مضللة،
وكان الأصعب من ذلك إنه كيف عرفتم إنه هذه الأخبار مضللة؟ نصف هؤلاء قالوا قرأت أو سمعت من آخرين، بمعنى أنه لم يتحقق هو أو لم يعرف هو أنه كان فريسة للأخبار المضللة. في آخرين وبنسبة عالية 24% قالوا أننا قمنا بعمل ما واكتشفنا بناء على هذا العمل أننا وقعنا في فخ الأخبار المضلل، وفي 13% قالوا أن آخرين نبهوني إلى هذا الموضوع. وهذا يشير إلى أنه المواطن الفلسطيني يمكن زيه زي كل المواطنين العرب في العالم غير منتبهين إلى هذه الطاقة الصعبة من السلبية الإخبارية التي بدأت تعم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. في كمان مسألة أخرى أنا أحب أن أشارك المشاركين في هذه الندوة فيها، أنه أيضا كان عندما وضعنا فئات إجابة للمستطلعين حول الوقت الذي تعرفوا فيه على الخبر المضلل، وآمل أنه ليس فقط أن يعني أن 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 يتركز تحليلنا هنا على معاتبة أو لوم المواطنين أو المستخدمين، وإنما محاولة بناء الاستراتيجية التي يمكن بها أن نواجه الأخبار المضللة. فمثلا 40% قالوا أنه في خلال ساعة تعرفت عليه، خلال ساعة يعني مر وقت طويل حتى يمكن قرأوا معلومات أخرى كثيرة وشكلوا رأيا عاما قبل أن يكتشفوا أن الخبر مضلل. في نسبة أخرى قالت إلى 12 ساعة 26%. النسب الصغيرة التي تظهر على الشاشة 13% و20% هي نسب مؤلمة أيضا. إذا ما تذكرنا أنه بناء المعرفة عندما يزيد عن 10 ساعات أو عن يوم كامل يذهب العقل إلى منطقة لا رجع فيه إلى إمكانية التدقيق والتحقق من المعلومة أو تصحيح مسار المعلومة، وعلى الأغلب أنه المعرفة تبني نفسها، وبالتالي من الصعوبة بمكان عودتها إلى المكان الذي تكون فيه المعلومة صحيحة. في نسبة عالمية أنا أحببت أن تدخل فلسطين في هذه اللعبة الرقمية، وأنا متذكر أنه في 2018 و2019 إبسوس المركز الاستطلاعات العالمي قام باستطلاع على 25,000 مواطن. أنا في الاستطلاع الفلسطيني أضفت على إبسوس مجموعة من القنوات الجديدة، دخلت البريد الإلكتروني ودخلت تيك توك ضيف جديد على وسائل التواصل الاجتماعي، ودخلت صفحات المشاهير، لأنه مرات إنه الاستطلاعات العالمية أو المحلية بتأخذ يعني الاسم الأول فيسبوك وتسكت الفيديوهات وتسكت. أنا أضفت صفحات المشاهير لأنه يعني أعتقد أنه صفحات المشاهير أصبحت تأخذ حيز أكثر مما تأخذ صحيفة في الأردن أو في مصر أو في السودان. كتبت أيضا اللي هي صفحات واسعة المتابعين، وفي بالي العادة الفلسطينية في إطلاق صفحات حول متابعة الطرق. إذا بتتذكر كلنا عنبتة، كلنا نابلس، كلنا الخليل، هاي الصفحات، كلنا خان يونس وهكذا. هذه الصفحات عليها عشرات آلاف المتابعين، وقد تتفوق على تلفزيون محلي أو على جريدة محلية أو موقع إخباري كبير. عشان هيك أضفت على هذا على هذه القنوات. وأمامكم على الشاشة تظهر إنه الفيسبوك هو الأعلى ترويجا أو الأعلى يعني من حيث تواجد الأخبار المضللة عليه. الواتساب دخل بنسبة 48% كقناة يحدث فيها التضليل. ومرة أخرى أؤكد أنه يجب تفكيك الفيسبوك كما أنا يعني أو بالطريقة التي اقترحت، صفحات واسعة المتابعين أو صفحات المشاهير، وتاليا جاء التلفزيون ثم التيك توك وتويتر والبريد الإلكتروني، وفي آخر القائمة كان متوقعا أن تأتي وسائل الإعلام التي صرنا نسميها وسائل إعلام تقليدية. وهذا أنا برأيي حكم يعني غير سليم، وأنا دائما أحب أن أسميها وسائل الإعلام القائمة. ويظهر هنا إنه الوسائل الإعلامية التي ما زالت محكومة لطواقم الصحفيين هي الأقل ترويجا للأخبار المضللة. في السؤال كان حول ما هي الفترات التي تنتعش فيها الأخبار المضللة، وضعنا للناس العديد من الفئات، فكانت الإجابة الأعلى فترة الكوارث، وتاليا جاءت أوقات الحرب. وأنا بتذكر في
جلسات الحوار باللغة العامية مع مجموعات التركيز في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48. الكل اتفق أنه في لحظات الهجوم على غزة، في لحظات الاجتياحات، في العمليات الحربية دائما ما يتم فقدان السيطرة على المعلومات وتصبح سريعة جدا ويعني متضاربة في كل الاتجاهات. في أوقات الحرب جاءت في المنطقة الثانية في طبيعة فلسطينية للأخبار المضللة، وعندما يعني وضعنا فكرة أنه في ظل الانقسام، ورغم أن الجمهور الفلسطيني تناسى الانقسام في آخر سنوات، إلا أنه ظهر ثالثا كيعني فترة ثالثة في نظر الجمهور تزدهر فيها الأخبار المضللة. جاء لاحقا الدعاية السياسية ومرات فترة الهبوط الاقتصادي، وكان في الأقل في الفترات الأقل انتشارا فترة الانتعاش الاقتصادي في هذا الاتجاه. أنا آمل إنه أن أن إني أن لا أكون يعني أقدم البحث بشكله الأكاديمي، وإنه أظل أتذكر إنه أيضا إنه خلف هذه الأسئلة في تحليلات. وأنا لما يعني عندما كتبت هذا السؤال حول الفترات، كان في بالي إمكانية أن يقوم أي مرصد معلوماتي بالبناء على هذه المعلومات، بمعنى إنه يستعد بخطط ويستعد بأجندة زمنية على مدار العام للتعامل مع الأخبار المضللة حسب ما ظهرت هذه النتائج، ومحاولة وضع يعني مصفوفة زمنية للعمل داخل هذه المراصد. في أيضا الجهات الأكثر تصديرا للأخبار المضللة، وأنا بعمل في الباوربوينت أو عفوا وأنا بعمل في الزوم مع الناس الذين شاركوني في مجموعات التركيز، هم كانوا فنانين وكتاب ومحامين ومعلمين ونشطاء حقوقيين وآي تي، يعني من كل الاتجاهات. سمعت أحدهم يقول إنه بالإمكان، يعني فتحوا لي بصراحة، يعني طلعوني من فكرة أن أكون أكاديمي أو متعلم في الموضوع، وحرروني من العباء الأكاديمي. يقولوا لي لا، في الأحزاب الدينية مرات بتكذب، ومرات الأحزاب العلمانية تقوم بالتضليل. وأحدهم قال إنه رجال الدين مرات يعني يقومون بالتضليل ولا يحاسبهم أحد. لذلك بنيت هذه المصفوفة من فئات الإجابة التي ظهرت فيها الجهات الإسرائيلية كأكبر جهة تصدر المعلومات المضللة بالنسبة للجمهور الفلسطيني. لاحقا جاءت وسائل الإعلام بشكل كامل، وأنا أذكر إنه يعني إذا بدي أقارن الإجابة التي ظهرت في الأرقام في الاستطلاع بالإجابات التي سمعتها من الزملاء الذين شاركوا في مجموعات التركيز، دائما كنت أحس إنهم بيقولوا لي إنه أنت بضلك تحكي أخبار مضللة، إحنا نعتقد إنه الإعلام كله مضلل. وكانت تفاجئني هاي الكلمات والمعاني، عشان هيك ظلت أفتش عن معنى محلي للأخبار المضللة. كانوا دائما يقولوا لي إحنا مش بالضرورة إنه يعني إنه والله الأخبار مضللة، إحنا بنسمعش أخبار، بس الإعلام كله مضلل، الناس كلها بتضلل على أو على من هاي الفكرة. ضاعت عدد الفئات، وبها ظهرت وسائل الإعلام ثانيا بعد الجهات الإسرائيلية. تفاجأت بوجود النشطاء الاجتماعيين في المركز الثالث، ولاحقا جاءت الجهات الفلسطينية وحملوا المسؤولين أو القادة السياسيين بنسبة 28% المسؤولية عن تصدير الأخبار المضللة. ثم جاء المجتمع المدني، أنا وضعت المجتمع المدني يعني، ولم أكن أعتقد أنه سيكون أن يأخذ هذه المكانة بنسبة 20%. جاءت الشركات وقطاعات المال والأعمال، ثم الأحزاب الدينية بنسبة 17%، ثم أحزاب منظمة التحرير بنسبة 16%، والمؤسسات الأمنية بنسبة 14%، ثم رجال الدين بنسبة 12%. يعني كان متوقعا أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي أو شبكات التواصل الاجتماعي هي الأعلى نشراً، أو القنوات الأعلى نشراً للأخبار المضللة. شبكات التواصل الاجتماعي أخذت نسبة 90%، يعني نسبة يعني فوق المتوقع. أنا كنت أعتقد أنه على الأقل بالتساوي مع وسائل الإعلام التقليدية أو أكثر قليلاً، لكن أن تكتسح إلى هذه الدرجة هذا لم
يعني وقعوا، ومنه طورت لاحقا سأقول في آخر هذه في آخر هذا العرض حول كيف بالإمكان أن نحرك معنى الأخبار المضللة نحو التواصل الاجتماعي المضلل، حتى لا نبقى رهينة للدراسات التي تركز على الأخبار المضللة فقط. جاء بعد شبكات التواصل الاجتماعي المواقع الإخبارية بنسبة 23%، نشرات الأخبار الإذاعية والتلفزيونية بنسبة 22%، ثم الرسائل النصية القصيرة. وأنا متذكر أنه في مجموعات التركيز قيلت لي أنه يعني الرسائل النصية تنقل التضليل، وتذكروا فيها الرسائل الانتخابية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وقالوا بما معنى أنه ما هي الأحزاب الإسرائيلية والأحزاب العربية كانت حتى الأس أم أس تنقل أخبار مضللة. أيضا في الأراضي الفلسطينية هنا تنتشر إعلام الأس أم أس، ويحدث كثيرا أن تكون هذه الرسائل النصية ناقلة للأخبار المضللة، بنسبة 10% البريد الإلكتروني، وبنسبة 6% الجرائد الورقية. في سؤال لم أتوقع كل الإجابات التي ظهرت فيه، هو إلى أي درجة أثرت الأخبار المضللة على مجموعة من القضايا الفلسطينية سياسية واجتماعية وإعلامية. وضعنا للناس أكثر من 12 فئات إجابي، ولم أتوقع أن تكون الإجابات بهذا الشكل، ولكني ساعدت فيها واتصلت على الدكتورة عبير النجار وقلت لها أن تحلل هذه الزاوية بالتحديد، لأنها تحمل سمات فلسطينية يعني مستبطنة لدى الجمهور الفلسطيني وغير ظاهرة بصراحة. أنا تفاجأت أنه في الفئة الأولى يخاف الفلسطينيون على تربية وتعليم الأجيال الجديدة بنسبة 85%، هذا لم أتوقعه كباحث. رغم وجود الأربع سنوات الأخيرة الناس استسهلوا وعايشوا فكرة الانقسام، إلا أنه في الإجابات على الاستطلاع بنسبة 84% عاد الفلسطينيون ليقولوا أن الأخبار المضللة تؤثر على الانقسام السياسي وترفع من وتيرته. وفي منطقة ثالثة قال 83% أنها تؤثر على صورة الفلسطينيين أمام العالم، و 82% قالوا أنها تؤثر على ثقة المواطنين بالحكومة. كما قلت في البداية، وأنا لا أريد أن يعني أن أعلق كثيرا على هذه النتائج، ولكن تفاجأت منها، وبالفعل أعادت يعني أخرجت لوعي الفلسطينيين وعلى أي الأماكن يخافون. وأرجو إنه أن تخلق يعني إجابة هذا السؤال دوافع لدى كثيرين كي نخاف على تعليمنا، وأن نخاف على صورتنا أمام العالم، وأن نخاف أكثر من الانقسام الفلسطيني، بحيث تكون معركتنا في المستقبل معركتنا المعلوماتية على مجتمع معلوماتي سليم وآمن يبقي صورة الفلسطينيين جيدة أمام العالم. بأي الطرق التالية يمكن مواجهة الأخبار المضللة بشكل أقوى؟ تفاجأت أنه يعني الإجابة الأولى كانت بالتحقق من المعلومات، الحمد لله أنه لدينا يعني مواطن أو مستجيب للاستطلاع على الأقل قبل بهذه الفكرة، مع أنه كلمة تحقق verification ما زالت رهينة العمل الجامعي ورهينة الدارسي الإعلام والصحفيين. الحمد لله أنه المواطنين قريبين من هذه المفردة. في 96% بيكونوا من خلال حملات توعية، 94% قالوا عبر إنشاء مراصد للتحقق من الأخبار جاء ثالثا، مع أنه إحنا جماعة الدراسات الإعلامية والصحفيين والمهتمين نرى أنه إنشاء المراصد هو العامل الأول، إلا أنه الجمهور العادي ما زال بعيدا عن هذه الفكرة. الراحل والجميل محمد الشيخ يوسف قال لي أنه رغم أن هذه النسبة جاءت أو نسبة المراصد جاءت ثالثا، إلا أن ذلك يعني تقدما، وقارن هذه النسبة بنسب سابقة كان الجمهور لا يعطي مراصد التحقق أي أهمية، وفرح كثيرا رغم أنني قلت له لا أنا يعني تشأمت أنها جاءت ثالثا، هو بالعكس بكل لا يعني الحمد لله أنه على الأقل بدأوا يقبلونها وجود المراصد في الموقع الثالث. في نسب أخرى صالح.
ايوه معك إذا منى. بنقدر إنه شوي نمشي أسرع عشان لسه في عندنا اكيد أسئلة للضيوف وللحضور، وبدي بس أذكر الناس قبل ما أنت ترجع تحكي إنه إذا أي حدا عنده أي سؤال بيقدر يترك لنا إياه بالشات بوكس أو بالتعليقات الموجودة على الفيسبوك عشان نرجع نطرحها على ضيوفنا لما بتبدأ فقرة الأسئلة. تفضل أستاذ صالح. واضح واضح انه هذا نداء تأديبي من منى، انا سألتزم فيه وراح يعني اروح بسرعه، انه في سله من الحلول المقترحه بالامكان ان تكون في المستقبل. ما اريد ان اركز عليه هو محاوله اكتشاف محلي للاخبار المضلله في فلسطين، وكان صعبا علي مع محررتي ايناس الخطيب ان افصل نوعين من التدخلات، النوع الاول أخبار مضللة وطرق التعامل معها، والنوع الثاني إعلام اجتماعي مضلل وطرق التعامل معه. كان صعب جدا علي وعلى المحررة الزميلة إيناس الخطيب أن نمضي في هذا الاتجاه، بس أنا أخي وطورت عن المؤلفة كيم برادلي والمؤلف حسين درخشيان الإيراني اللي في 2018 عملوا شكل لاضطراب المعلومات. أنا حاولت أن أطور عنهم، بس طورت يعني في اتجاهين، أخبار مضللة وإعلام اجتماعي مضلل، وقلت أنه بالإمكان اللي بده يشتغل في هذا الموضوع على الأقل أن نفصل ثلاثة أنواع من الأخبار المضللة: أخبار خاطئة، أخبار مخادعة، وأخبار مزيفة، ومحاولة إدخال التدريبات والأعمال والمراصد والتقارير حول الأخبار المضللة في هذه الأنواع حتى يصبح لدينا يعني سياق لغوي وأكثر من معنى في هذا الاتجاه، وحتى تكثر لدينا اللغة وأن لا نبقى على فكرة الأخبار المضللة. وفي مسألة الإعلام الاجتماعي المضلل، أنا مش لله طورت هاي الفكرة، لأنه 90% بيقولوا أنه الأخبار المضللة جاي من شبكات التواصل الاجتماعي. من هون أنا برأيي يعني بتواضع شديد، وآمل أنه أن تنجح محاولتي أن أدخل في الدراسات الإعلامية هاي الفكرة، أنه بالإمكان أن نزج بهذه الكلمة إعلام اجتماعي مضلل حتى لا يظل الموضوع أخبار مضلل، وبالتالي مرتبط بالصحافة، ونقل إلى إعلام الاجتماعي كي نبدأ من هناك المحاسبات. في نهاية البحث أوصيت بمجموعة من التوصيات، منها المضي قدما في تأسيس مراصد للتحقق ولا ويعني وفتح شراكات بين هذه المراصد سواء كانت محلية أو إقليمية. وأوصيت أيضا أنه في خوف عند الفلسطينيين، دائما إحنا لما بنواجه مشكلة في الإعلام نلجأ للسياسيين، حطوا لنا قانون، والسنوات الماضية أثبتت كل ما تدخلوا السياسيين وحطوا قانون كل ما ارتبكنا أكثر، فطلبت بعدم التوجه إلى القانون وإنما الارتهان إلى التنظيم الذاتي كأحد وسائل تنظيم المعلومات في الأراضي الفلسطينية، وطلبت بتربية إعلامية أقوى من المطروح حاليا. صحيح في مؤسسات إعلامية كثيرة اشتغلت مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على هذا الموضوع، لكن الكتلة الفلسطينية في الأرض المحتلة عام 48 ما زالت بحاجة إلى تربية إعلامية خاصة بها، ونحن كمان أيضا الكتلة الموجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة بحاجة إلى تربية إعلامية أقوى. أكتفي بهذا الكلام وجاهز لأي أسئلة في باقي المشوار. شكرا جزيلا استاذ صالح، يعطيك الف عافيه. اكيد نعمل لفه ونرد نرجع لعندك. بدي ابدا نفتح نقاش مع الزملاء، وبدي ابدا مع الدكتور عبير، ولانه جاي الدكتور عبير من زاويه اكاديميه، فبحب اسال الدكتور عبير كيف ممكن انه نقرا نتائج هذا البحث من زاويه اكاديميه. تمام، شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. دكتور صالح عامل شغل صراحة مهم جدا وإضافة نوعية، ورح أحكي شوية تفاصيل كمان ليش هذا الشغل مهم بهذا الوقت، ليش هذا مهم في المرحلة حتى اللي بتمر فيها القضية الفلسطينية كمان، سواء على مستوى وطني كمان في أهمية لهاي النوع من المعرفة، لإنتاج هذا النوع من المعرفة وللقيام بهذا العمل طبعا مع مركز حملة. قبل ما أبدأ بحب بس أشير وأعزي بالأستاذ محمد الشيخ يوسف، ما بعرفه شخصيا بس زعلت كتير على شاب بجماله وإبداعه وبحضوره، ويا ربي يكون في مكان أحسن، مع أنه أنا مش كتير بآمن بهاي العبارات، بس الله يصبر أهله ويصبرنا كمان. هلأ بالنسبة لأهمية هاي الدراسة، أهمية هاي الدراسة
تيجي كعمل مبدئي أو كخطوة هامة في إنتاج معرفة لها علاقة بالتعامل المجتمع الفلسطيني مع الأخبار المضللة، إذا بدنا نسميها اصطلاحاً، مش كتير أنا بالنسبة إلي محددة لسه المصطلحات، بس إذا بدنا نسميها اصطلاحاً بالمعلومات المضللة أو الأخبار المضللة، وهون عم نحكي عن يعني عنوانين مختلفين. فهي مساهمة، المهم في هاي المساهمة إنه طلعت من الجانب الفلسطيني، يعني هي طلعت من مؤسسة فلسطينية، طلعت من أستاذ فلسطيني. بالعادة إحنا مكان وموقع لبحث الباحثين الدوليين والمؤسسات الخارجية، بس هلأ لا، إحنا عندنا صوت طلعنا، وطلعنا مسح للظاهرة صراحة كان شمولي، تناول معظم الأسئلة الرئيسية اللي ممكن تخطر على بال أي باحث عندما ينظر إلى مسألة التضليل الإعلامي والأخبار الزائفة أو الأخبار الكاذبة. كمان بحكي بغض النظر إنه هاي عناوين لممارسات مختلفة بالضرورة. فهذا جهد وهي خطوة على سبيل بناء معرفة فلسطينية للممارسات الإعلام الفلسطينية للواقع المجتمع الفلسطيني. هلأ بده خطوات تصير لاحقة لنتمكن من أنه نطور كمان طرق محلية وشراكات دولية للتعامل مع مسألة هي ليست مقتصرة على الصعيد الوطني، بمعنى أنه الأخبار الزائفة والمضللة اللي بتعرضوا لها الفلسطينيين هي ليست مقتصرة على الأخبار اللي بتيجي من فلسطين أو من صفحات المؤثرين الفلسطينيين أو من الفيسبوك الفلسطيني. هي عبارة، إحنا عندنا بيئة إعلامية مفتوحة دولياً، لكن آثارها قد تكون بحسب طبعاً دائرة الاستهداف، الفرقاء اللي متورطين بهذا النوع من الإنتاج اللي هو الإنتاج اللي بغرض التضليل أو مش بغرض التضليل، الأطراف المتورطة في الموضوع. وهذا عشان هيك لازم نحكي شوي عن البيئة الإعلامية اللي نشأ فيها الحديث عن الأخبار المضللة. وهون بحب أشير لنقطتين أساسيتين، واحدة منها إنه إحنا بفلسطين وبالمنطقة العربية لساتنا في عصر pre-truth society، يعني إذا بدك تقولي ما عندنا access لمعلومات، ما عندناش transparency مع الحكومات، أي معلومة هم ما بدهم يروجولها، أنت بتحطي يعني بدك تعملي جهود كتير عظيمة لحتى تقدري تحصلي عليها. فإحنا عمرنا ما كنا جزء من النظام العالمي أو النظام الديمقراطي تاع الدولة المدني تاع الدولة المتمدنة اللي فيها أكسس للمعلومات، بيتمكن الصحفيين من الحصول عليه وهي متاحة لكل حدا. فهذا فارق أساسي يجب أن يتم النظر إليه. عشان هيك من الجدير بالذكر كمان أنه أنا أدعم إحدى التوصيات اللي بذكرها الدكتور صالح اللي هي لها علاقة بعدم توريط الحكومات والسلطة والأطراف بتقييد الحرية، لأنه إحنا مش ناقص فعليا، احنا لسه بالبري تروث، ما حدا بيعترف بحقنا بانه نكون عندنا حصول على المعلومه، ما حدا بيعترف بحقنا بانه المعلومات تكون قيمتها ونوعيتها عاليه. فاحنا عندنا يعني عندنا وضع معقد شوي، وبنفس الوقت صرنا ببحر عميق وموج متلاطم من المعلومات ومن الاطراف ومن الفواعل السياسيين والاقتصاديين والتكنولوجيين اللي زي ما تقولي نزل علينا شتاء معلومات وشتاء بيانات، احنا مش عارفين كيف نتعامل معه، لانه المعلومات اللي احنا بنتعرض لها هي مش معلومات بالضروره جاي من الداخل الفلسطيني او حتى من اسرائيل. اضافه لهيك اللي بخلي الموضوع كمان اكثر تعقيدا، انه احنا نعمل ضمن جو اعلامي ومعلوماتي مرهون بالاحتلال. فاحنا وضعنا فيه أبعاد مختلفة عن الأوضاع الثانية، بنتشابه بس عشان الوجهة النظر النظرية شوية تكون واضحة، نتشابه مع عدد من المنطقة العربية اللي هي تقودها، جزء كبير منها تقوده ديكتاتوريات تحت مسميات وأزياء مختلفة.
العنصر المشترك بينها انه في اعتراف محدود جدا ان كان موجود بحق الناس بالحصول على المعلومات، بحق الناس بصحافه جيده، وما عندناش التقاليد الصحفيه الرصينه والعريقه، عندنا مؤسسات صحفيه، عندنا صحفيين بيرفعوا الراس وبياخذوا العقل، بس ما عندنا المؤسسات، مؤسسات الدوله وبالذات بالمنطقه الفلسطينيه اللي هي بتساعد على وجود نظام معلوماتي صحي اللي هو مثلا زي موجود باوروبا. هذا الموجود بأوروبا وخرب الوضع كتير بدول زي أوروبا وأمريكا بعد الموجات المس انفورميشن والفولس نيوز وكل هدول. كيف لما يكون الوضع بتاع إيدنا؟ وهذا كمان بضيف لأهمية إنه شو هو وقفيني لما بدك منى، وهذا بضيف لأهمية شو يعني ما هي مساهمة هذا النوع من العمل في تراكم معرفي فلسطيني عن الشعب الفلسطيني، عن خبرتنا وتجربتنا في هذا المجال. هاي نقطة كتير مهمة. النقطة الثانية اللي بدي أشير لها وممكن أعقب عليها لاحقا، إنه إحنا الإعلام عنا ما ساعدش وما نماش within دولة وما نماش بطريقة مؤسساتية تيخدم هوية وطنية جامعة. إحنا بعد أوسلو أكم من سنة وبعدين دقينا في بعض، ففعليا ما صارش في عنا إعلام إله هدف يعمل social integration أو يخدم الهوية الوطنية الفلسطينية، لأنه في حديث عن هيك بمنطقة لما حكينا عن الفلسطينية اللي هم بال 48 فلسطينيين داخل، وكيف فلسطينيين داخل هم فعليا مش مغطيين ولا بإطار من هاي الأطر لأنه هم بعاد. هلأ في فرصة عنا أنه السايبر ستيت تاعتنا أنه نخلقها في هذا المكان اللي هو فضائي، بس كمان في عنا تحديات كتير كبيرة، وهذا الإشي ببين بالاستجابات اللي هي موجودة. فإحنا فعليا نتعامل مع مسألة في إطار وطني في بيئة إعلامية ليست بالضرورة ديمقراطية ولا هي شفافة ولا هي تحت سيطرتنا، وفي بيئة إعلامية تحت الاحتلال، وفي وسط فيه استقطاب، في وسط عربي في استقطاب عالي جدا وفي تحيزات عالية. ال 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 الأخبار المضللة، مش بس الأخبار اللي بتيجي على وسائل التواصل الاجتماعي مع أهميتها، أخبار المضللة حتى الأخبار اللي بتطلع على القنوات العربية الكبيرة وبتنفدلها، بمعنى إنه هي أنصاف الحقائق، هي القصص اللي بتنحرف عن المسار الطبيعي واللي بتنحرف عن الأخلاقيات الأساسية والأساسيات، مش بس بالتحقق لكن بالعدالة وبتوازن الطرح. فإحنا عنا القضية كتير 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 معقدة. هذا البحث بحط إيده على جزئية هامة جدا من جزئيات الظرف الفلسطيني المعقد اللي هو حله، وممكن نعقب على هذا الموضوع بعدين، مش بالضرورة محلي لكن حله هو جزء من تآلفات دولية، لأنه إحنا زي الإيد اللي بتقاتل المخرز. أنت عندك فيسبوك أهم من دول، أوروبا مش قادرة توقف، يعني المنازعات بين أوروبا والفيسبوك على قصة الضرائب كانت منازعات كبيرة جدا. ففعليا هدول الفاعليين من غير الحكومات حتى، وطبعا تحيزهم ضد الفلسطينيين هاي قصص تانية تماما، بس هدول الفاعلين لازم نتطلع على المسألة كمان، وهاي مسألة كمان نقدر نتناقش فيها من وجهة نظر اقتصاد، من وجهة نظر نقدية للاقتصاد السياسي، انه فعليا انه نعمل مراصد عظيم. انا كتير سعيدة انه 70% من الفلسطينيين او اكتر عرفوا انهم تعرضوا لاخبار مضللة، لكن في جوانب أخرى تستحق البحث اللي هي الجوانب المتعلقة بانحيازاتنا إحنا الشخصية في تصنيف الأخبار المضللة، اللي هي لها علاقة بقديش إحنا بنعرف نميز بين الخبر وبين الرأي وبين المعلومة. هاي كلها عناصر مختلفة مش واحدة، وما إلى ذلك عدد كبير من الأسئلة ممكن نطرحها ونتناقش فيها، لكن هاي بداية طيبة ويعطيكم ألف عافية. شكرا كثير دكتورة عبير ويعطيك العافية. بدي انتقل من عند دكتورة عبير وبدي اروح عند زميلي هلا، لانه اليونسكو معروفين انهم بيشتغلوا من فترة طويلة على قانون حق الوصول للمعلومات، واللي كل مرة بنسمع فيها انه في اخبار مضللة وفي اخبار كاذبة، بنسمع كمان صوت عم بيقول ما هو في نقص في وجود المعلومات وفي يعني تخوف من انه احنا مش قادرين نوصل لمعلومات، زي كأنه عم بيكون احيانا مبرر مع انه مش مبرر. وعليها احنا بنحب هون نسال انه شو رايك يا
يا هلا بهذا الكلام، وكمان انه كيف ممكن يأثر وجود قانون الحق الوصول للمعلومات على محاربة الأخبار الكاذبة. تفضل. خير منا والجميع واللي معنا على اللايف، مرحب فيكم وشكرا استاذ صالح، يعني اعطيتنا معلومات جدا. انا تفاجأت ببعض النسب لما قرأت التقرير، في نسب كنت بتوقعها أعلى من هيك ونسب أقل من هيك، ولكن الحقيقة دائما بعد البحث والتمحص والتفحص والأسئلة بيوصل واحد لمعلومات أوقات بتفاجئه، مثل معلومة المراصد والنسبة، نسبة جيدة. يعني أنا بتفق مع المرحوم محمد على أنه لا، هي مبشرة، يعني لما تكون نسبة 94% بيعتقدوا بالمراصد، هذا بيعني إنهم بيعرفوا إنه ما بيخافوا إنه تتشارك المعلومة. منى، إحنا اليوم بنحتفل باليونسكو بالعالم باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومة، واليونسكو اختارت شعار إنقاذ الأرواح، بناء الثقة وتعزيز الأمل. من هون منشوف من العنوان نفسه إنقاذ الأرواح، إذن إحنا أرواحنا في خطر كانت ولا زالت بسبب المعلومة وبسبب غياب المعلومة. وجود قانون مش بس بيمنع تبرير نقل المعلومات المغلوطة، إحنا سمينا أو بنسمع التسمية بالإنجليزي للجائحة pandemic، ولكن عنا إحنا واقعين بجائحة معلومات اللي هي infodemic، بتعرض نفسيات الناس للخطر، صار في تبادل معلومات سيء، صار في تسابق في المعلومة، الكل بده يكون صحفي والكل عنده مجال يكون صحفي، ولكن للأسف ما أنقذنا أرواح ولا عززنا ثقة ولا بررنا وجود معلوماتنا اللي عم نتناقلها بأخلاقيات. هذا أهم شيء. إحنا كمجتمع متحفظ ومجتمع فلسطيني ننضم للعالم كله بأنه الأخلاق هي بداية العمل وأهم طريق لإلنا. اليونسكو بتروج لهذا اليوم وبتحتفل فيه ودائماً بتدعم لحق الحصول على المعلومات، لأنه بيكون في انفتاح بالفكر، استخدام الكلمات والصورة هو واقع لتعزيز السلام اللي إحنا عم نسعى له وتعزيز روح الحوار. يعني أنا ما بشوف بالدول اللي أقرت واللي صار لها يعني عم تحتفل بمئات الأعوام، مثل السويد والنرويج وغيرهم بيحتفلوا بمئات الأعوام بأنهم عندهم قانون حق الحصول على المعلومة، ما بشوف فيهم تشابه بدول عربية. إحنا في عنا 8 دول عربية، منهم الأردن ومصر والسودان وفي كمان تونس، في منهم أقروا القوانين القانون حق الحصول على المعلومة ولكنه غير فعال للأسف. يعني إحنا بفلسطين ما منطالب بقانون وبس، مثل ما قال الأستاذ صالح، إحنا ما بدنا نقيد حكومتنا ولا بدنا نضل نحكي بقوانين ومنظومات وما نكون واقفين عندها. يعني بيجي إحنا هلأ عم نطالب بإقرار هذا القانون بفلسطين، لأنه هلأ فترة احتلال مختلف عن احتلال إسرائيل، هو فترة احتلال ثورة تكنولوجية منعيشها، يعني في جدول أعمال دولي عم بينفرض علينا. ما بتعني إنه إذا أتيحت المعلومة للمواطنين وحصلوا على المعلومات إنه كونك امتلكت وصرت عندك عقل نقدي، لا، العقل والفكر النقدي بده تدريب وبده يعني مبادرات مؤسسية ومؤسسة في المدارس، مثل ما كنا نحكي دائما عن التربية الإعلامية والمعلوماتية، بيعني إنك تكون قادر على لعب دور نشيط في مجتمعك والحياة الوطنية. إحنا كلياتنا بننتمي لمجتمع واحد بغض النظر عن الأحزاب، بغض النظر عن الفكر. إذا إحنا اعترفنا باحتياجاتنا المتطورة اللي كل يوم عم تتطور، يعني بيكون هذا مطلب عادل، إنه أسس لتنمية تعزيز التنمية الفردية والمجتمعية أكيد. وطبعاً يعني
معروف انه حق الحصول على المعلومه بدعم الهدف 16 من اهداف التنميه المستدامه، اللي هي جميع البلدان تتعهد بضمان وصول الجمهور الى المعلومات وحمايه الحريات الاساسيه وفقا للتشريعات الوطنيه والاتفاقات الدوليه. وفلسطين وقعت عدد من الاتفاقات الدوليه، يعني هذا حق لنا واستكمال لتوقيع المعاهدات، مثل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. هدول قوانين ومواد يعني وجدت في القانون عشان تحمي المواطن وعشان تحمي الدولة. غير مبرر يكون نقول إحنا مش موجودة لأن المعلومة إذا إحنا بنحصل عليها بطريقة، مبرر بشكل واحد إذا أنت محروم من المعلومة. ولكن في لمسنا في بداية الجائحة توجه للحكومة كان يعني تشكر عليه بوجود الإجازة الصباحي والإجازة المسائي، وجود معلومات دائماً بيطلعوا تقارير. طبعاً للأسف إنه توقفت، وللأسف إنها كانت غير كافية، يعني كانت ممنهجة. احنا بنطالب دائما انه يكون في دراسه اكبر لاحتياجات المجتمع. لما المعلومه بتكون قوه، اذا الحكومه بتكون اقوى اذا هي بتشارك هاي المعلومه، مش بتقوي المواطن عليها، بتقوي المواطن انه يكون مواطن صالح، مواطن بيستخدم هاي المعلومه اذا تم تدريبه عليها. احنا في بيوتنا اذا بنخبي معلومه صغيره عن ابننا ولا عن زميلنا في العمل، بيصير في فضول، بيصير في محاوله للحصول عليها، وهذه الغريزه الانسانيه. ولكن اذا الحكومه بتقر هذا القانون، احنا متاكدين انه شوي شوي بتقل هذه المنافسه، وبصير لان القانون اصلا بنصوصه الموجوده هلا، الدرافت الموجوده على طاوله رئاسه الوزراء، نعمل عليها من 2003 و2013 و2015 كانت الموائمة للقوانين الدولية. إذن هاي كلياتها فيها بنود بتحدد كيف نحصل على المعلومة، فيها محددات وفيها أسس يعني، وفيها أخلاقيات، وفيها ما لا يمس الأمن الوطني وما لا يكلف المواطن، اللي بيوصلنا لحكومة رشيدة. وإن شاء الله في يوم من الأيام العام القادم بهذا اليوم نحتفل في إقرار هذا في إطلاق هذا القانون. أكيد، وأكيد هو الهدف من إحنا بدناش قوانين أكثر، بدنا يكون في وصول، يعني الأصل في المعلومات هو الإتاحة، واللي يحجب هي الأشياء اللي عن جد بتكون بتمس الأشياء اللي كتير خاصة في الدولة، أو خلينا نقول الأمن الوطني، أو المعلومات اللي كتير سرية. ولكن في الأصل في الأشياء هي الإتاحة، وما يحجب هو لازم يكون أقل. يعني وأنت عشان ذكرتي هلا بعض الدول العربية، للأسف إنه في بعض الدول العربية بعد ما شرعوا هذا القانون صار وضعهم أسوأ، لأنه اللي أتاح الوصول لإله كان أقل من اللي حجبوه. فرح نرجع لهذا الموضوع كما مرة، بس بدي أنتقل هلأ للزميل بكر عشان نحكي عن الجهود الفلسطينية وجهود المراصد الفلسطينية، ومثال عليها مرصد كاشف للتحقق من الأخبار الكاذبة أو المضللة. وإذا هاي إذا بنشوف اليوم إحنا في هذا الواقع اللي إحنا موجودين فيه وفي ظل الجائحة مع أزمة الأخبار المضللة المنتشرة، إذا كانت هاي الجهود كافية، وشو اللي بنقصها اليوم عشان نكثف واحد رفع الوعي تجاه الأخبار المضللة ومحاربة نشرها من جهة ثانية. تفضل. شكراً منى، وشكراً لكم على هذه الاستضافة. الشكر موصول أيضاً لمركز حملة على هذه الحوارية المهمة، وأيضاً كل التقدير لأستاذي صالح مشارقة على جهده الأكاديمي وبحثه القيم حول الأخبار المضللة في فلسطين. هذا البحث حقيقة سيشكل إضافة علمية هامة لحق البحث المتعلق بالتحقق والأخبار والمعلومات المضللة. أيضا راح يكون هذا البحث، أنا متأكد أنه راح يكون مرجع أساسي للدراسات الأبحاث المستقبلية في هذا المضمار. أيضا أتقدم بالتعازي الحارة لذوي ومحبي وأصدقاء زميلنا محمد الشيخ يوسف الذي استعجل الرحيل، وكان مقرر أن يكون في هذه الحوارية لكن شاءت الأقدار أن يغيب عنها. لو سمحتوا لي قبل أن أتحدث عن المحور اللي طرحتيه منى، في لابد أن أبدي هنا ملاحظة على جزئية مهمة أتت الدراسة على بحثها، وهي المتعلقة حقيقة بمصطلح الأخبار المضللة.
احنا في منهجيه مرصد كاشف اتخذنا قرار بعدم استخدام مصطلح الاخبار المضلله لانه حقيقه يسيء لوسائل الاعلام، وايضا هذا المصطلح من شانه ان يؤثر بشكل او باخر على حريه وسائل الاعلام. الاتجاه العالمي بذهب اليوم باتجاه استخدام مصطلحات خاصه بالمحتوى المضلل، واحنا اعتمدنا فعليا ضمن منهجيه المرصد بعد بحث معمق حول هذه المصطلحات مجموعه من المصطلحات، منها على سبيل المثال وباء المعلومات، وهو هذا المصطلح بيشير حقيقة إلى الزخم الهائل في المعلومات اللي بتم تجميعها بشكل غير دقيق، وهي أيضا بيكون لها تأثير نفسي على المتلقي. أيضا من المصطلحات اللي نستخدمها فعليا المعلومات الزائفة، وهي معلومات غير صحيحة بتم تداولها عن طريق خطأ وبدون قصد أو فهم. وأيضا أهم هذه المصطلحات هو المعلومات المضللة اللي بتكون في العادة معلومات غير صحيحة بتم نشرها بشكل متعمد من أجل دعم سياسة أو أجندة معينة أو تشويه سمعة أفراد أو مؤسسات أو نظام معين. لماذا المعلومات المضللة؟ لأنه هي أشمل وأوسع فعلياً، وهناك أشكال للمحتوى المضلل. في هناك محتوى خاضع للتلاعب بتم التلاعب بالمعلومات أو الصور الحقيقية بهدف الخداع، في هناك ربط كاذب بتم بالعادة حين ما بتدعمش الصور ولا الشروحات ولا العناوين المحتوى أو المضمون، في هناك سياق خاطئ، في هناك محتوى ملفق، في هناك محتوى انتحالي، وفي هناك أيضا محتوى مضلل وسخرية أو محاكاة سخرية. هذا فعليا ما نعتمده اليوم في مرصد كاشف، استنادا إلى كثير من المراصد العالمية والبحاث اللي اعتمدت أو وصلت لهذا النوع من التصنيفات وهذا النوع من المصطلحات. حقيقة مع احترامي الكامل للتصنيفات اللي أوجدتها الدراسة، نتفق في الدوافع اللي استند فيها الأستاذ صالح على تصنيف المحتوى، ولكن نختلف حول حصر التضليل فقط بالأخبار. في هذا السياق بالتحديد كنت أتمنى فعليا أنه تخصص الدراسة في سياق المقابلات العلمية اللي أجراها الباحث ضمن الأسئلة اللي تم تقديمها للمستجيبين، خصوصا العاملين في المراصد، فقط أنه يكون في هناك أسئلة خاصة بالمصطلحات اللي بتم استخدامها ومدلولات هذه المصطلحات والأسباب والدوافع لدى المراصد والقائمين على هذه المراصد باستخدام المصطلحات اللي بيعتمدوها. بالعودة للمحور اللي مفروض تحدث فيه منى، اللي هو الجهد الذي يبذل، هناك جهد كبير حقيقة يبذل من قبلنا في مرصد كاشف أو حتى من قبل الزملاء في تيقن للحد من المحتوى المضلل، ونقضي ساعات طويلة في عمليات الرصد وتتبع هذا المحتوى وأيضا كشف وتبيان المحتوى، نتبع معايير عالمية في هذا الصدد، في مقدمتها الشفافية في الرصد والشفافية أيضا في ذكر المصادر اللي من خلالها نستند على عملية التحقق من المعلومات. في هناك كثير من المواد أنجزناها ليس على مستوى محلي فقط، على مستوى عالمي ومستوى إقليمي. على سبيل المثال التصريح المزيف الذي ينسب للمفكر العالمي تشومسكي حين تحدث بإطار موقف السلطة من عملية الضم. أيضا كشفنا قضية الصوامع العثمانية في مرفأ بيروت، وأوضحنا للجميع بأن هذه الصوامع هي صوامع لبنانية بنيت في العهد الحديث وبقرض كويتي. هناك كثير من القضايا حقيقة متعلقة بالجائحة عملنا عليها على مدار 6 أشهر، في مقدمتها المعلومات المضللة التي تحدثت أنه الأنظمة وفلسطين بالتحديد تأخذ مبالغ مالية من منظمة الصحة العالمية مقابل أعداد الوفيات. أعددنا مادة زخمة في هذا السياق بالتعاون والشراكة مع منظمة الصحة العالمية. هناك جهد كبير يبذل، وهذا يدفعني هنا للتساؤل مرة أخرى حول دوافع أن تكون أو توصية في الدراسة بمزيد من المراصد. يعني التوصية كان بحاجة أن تدعم بما الذي استحسته فعليا الدراسة واستحسه الباحث في القصور من قبل المراصد الموجودة حاليا، سواء على نطاق محلي أو وطني أو على نطاق إقليمي. وما المقصود بمراصد مهنية؟ هل فعليا المراصد الموجودة حاليا هي مراصد غير مهنية أو لم ترتقي إلى المستوى المهني المطلوب؟ فبالتالي نحن بحاجة فعليا إلى مراصد مهنية أو تراعي المعايير المهنية. مراصد التحقق حديثة العهد بحاجة لمزيد من الوقت حقيقة لنتمكن من أخذ حيز في المشهد الإعلامي، لأنه إذا ما قارنا فعليا الوقت الذي وجد فيه هذه المراصد وهي في السنوات الأخيرة ليس ببعيد، وما بين وجود المؤسسات في الإعلام التقليدي وحتى الإعلام الاجتماعي الوقت قصير جدا، إذا بحاجة لمزيد من الوقت لتحقق مكانتها مراصد التحقق في المشهد الإعلامي. من خلال قراءتنا لجانب كبير من التعليقات والتفاعل اللي بصاحب كل المواد التحقيقية اللي بنجريها، ما زال أمامنا كثير من الوقت لتعميم ثقافة التحقق ومارسات الإعلامية.
حتى اللحظة جانب كثير من التعليقات تعكس عدم تقبل الجمهور للتحقيقات، وهناك أيضا تعليقات تعكس التقليل من أهمية التحقق اللي بنجريه، سواء يعني استنادا لمدى رؤية الجمهور لأهمية هذا المحتوى أو أهمية أنه نتحقق من هذا المحتوى ونوضحه. ما الذي يعيق عملنا أو ماذا نحتاج اليوم نحن كمراصد؟ نحتاج أولا، ونحن نتحدث اليوم عن اليوم العالمي للحق للحصول على المعلومة، نحتاج إلى حقنا في الحصول على المعلومة، نحتاج إلى السرعة في الوصول للمعلومة. عامل وقت كثير مهم في قضية الحد من انتشار المحتوى المضلل أو المعلومات المضللة. كثير من الأحيان نتأخر في الوصول للمصادر، نتأخر في الحصول على المعلومات من مصادر، خصوصاً بعض المصادر الرسمية، وهذا يتيح المجال لانتشار المعلومة المضللة، وبالتالي لا يكون الجدوى من توضيح هذا المحتوى المضلل بذات الجدوى حينما يكون مع بداية انتشار المحتوى. أيضاً نحن بحاجة كذلك الأمر إلى أن يكون هناك تعاون، وبالفعل هناك تعاون، نحن جسدنا التعاون في كاشف مع منصة تأكد في سوريا ومع مرصد أكيد في الأردن، وفي هناك مواد تحقيقية ومعلومات تحقيقية وتحقيقات أجريناها سوياً على بعض القضايا، خصوصا القضايا التي نتشارك بها إقليميا وعالميا. هناك تعاون، ولكن نحن بحاجة إلى مزيد من التعاون، بحاجة إلى هذا التعاون حتى نرتقي بالمستوى والأداء في المراصد. بالمناسبة ما ذكره الأستاذ صالح في الإحصائيات ليس بالضرورة هنا أن يقلل من أهمية المراصد، كما أسلفت أنه بدأنا يعني في وقت قريب، ونحن بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى يقتنع بنا الجمهور والمستخدمين وحتى العاملين في قطاع الإعلام بأهمية الدور الذي نلعبه. أخيراً، ماذا نحتاج في فلسطين؟ نحتاج إلى البناء على وتطوير قصص النجاح الحالية. في كل الوطن العربي لا يوجد سوى مراصد معدودة على الأصابع. هناك أكيد تبينوا دبجد، تأكد، كاشف، تيقن، ومبادرة في العراق وأخرى في ليبيا وأخرى في تونس. في الولايات المتحدة هناك 5 مراصد لكنها تابعة إما لاستثمار شخصي أو جامعات أو مؤسسات أهلية. يجب أن يكون هناك دعم للتجارب الفلسطينية الناجحة في هذا الشأن وتطوير عملها من كشف فقط الخبر الزائف إلى مستوى التحقق المعلوماتي، تدقيق الحقائق، التحقق من المعلومات الموظفة لغايات التضليل، وأيضا بالإضافة إلى متابعة الممارسات الفضلة للصحافة. هذا باختصار الإجابة منى على السؤال الذي تفضلت به. شكرا كثير بكر. يعني سوري انه وقت الحواريه قصير، وبعرف انه الحديث في هذا الموضوع يطول، لانه احنا بنحكي على قانون حق في الوصول للمعلومات، نحكي على ظاهره اخبار كاذبه، فهو يعني بعرف انه الوقت كثير قصير، ولكن احنا مضطرين انه نكون ماشيين على الوقت. وهون بدي ارجع على الدكتوره عبير، عشان لما استعرض الاستاذ صالح الدراسه حكينا عن 72% من الفلسطينيين تعرضوا لاخبار كاذبه او اخبار مضلله، وهي نسبه يعني احنا شفناها او لاول وهله احنا كنا مصدومين وحكينا انها هاي نسبه كثير عاليه، ولكن في ظل موجه الاخبار المضلله الموجوده اليوم عالميا واقليميا، برايك هل احنا ضمن المعدل الطبيعي لانتشار هاي الظاهره، او احنا فوق الافرج او تحت الافرج، وكيف ممكن نفسر هذا الشيء؟ الأعداد، في عدد من الدراسات الدولية اللي طلعت على إنه كمية الانتشار، هلأ في فرق بين في هنالك فارق بين إنه أنا أقول إنه أنا تعرضت، وبين إني أكون تعرضت لكنني لم أعلم بأنني تعرضت وبالتالي ما بخبر. فهدول سؤالين مختلفين، وعشان هيك في مجال كتير بالتوسع في التحقق من التعرض، لأنه التعرض مش بالضرورة سيلف ريبورتينج، يعني مش بالضرورة أنا أكون عرفت أني تعرضت لأخبار كاذبة، لأنه إذا الأخبار الكاذبة بمعظم الأحيان، وهيك بتقول الدراسات، جاي على مزاجي، يعني is not creating، مش عم تخلق لي أي توتر، أو مش عم تخلق لي أي صراع مع قيمي ومع الأيديولوجية تاعتي، معناته أنا يمكن ما أتحقق منها. ففي مفاصل وفي تفاصيل كتير إلها علاقة بالبعد العاطفي لاستقبالنا للمعلومات ولاستقبالنا للأخبار. الزاوية الأخرى إنه أحياناً أنا مع بكر لما قال إنه يعني مصطلح الأخبار المضللة هو مصطلح يتم استخدامه لتوصيف عدد كتير كبير من الظواهر،
وأنا بعتقد أنه الأخبار يجب أن نحتفظ بما هي الأخبار، ونجرب كمان لما نبحث نبحث مش بشكل عام ولكن نبحث بالأخبار. وهون بيجي دور الانتقال، تركيز وتسليط الضوء على الانتقال من وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار التي تنتشر عن طريق الأفراد للمؤسسات، وزي ما بنقول الأخبار يعني هذا النوع من الأخبار بصفته ترانس ميديا، بمعنى أنه بتحرك من الإعلام الاجتماعي للإعلام للمينستريم ميديا، وكيف بنتقل من هون لهون، فبالتالي بصير عنده تعرض أكبر. هلأ المشكلة الأساسية بهذا الموضوع هي مشكلة لوغاريتمات، لانه اللي بيفصل واللي بيهندس الاخبار اللي احنا بنتعرض لها هو الكمبيوتر، هو السيستم اللي مكتوب لتحبيذ. وهذا الشيء اللي صار بال2016. هلا في مبادرات كتير طلعت من فيسبوك ومن تويتر، عدد كبير من المبادرات اللي هي بتجرب انه تحط التفصيلات بتعامل أو يغيروا حتى اللوغاريتمات. لحد هلأ ما في دراسة بتقول قديش في evidence أو قديش في براهين إنه نجحت في الحد من انتشار، وهي مسألة أساسية، الحد من انتشار ومن وصولية الأخبار المضللة أو المعلومات الخاطئة أو المعلومات اللي هي نتيجة لمحاولة طرف من الأطراف نشر إشاعات معينة. هلأ في أخبار هي مش مطلوب منها إنها تتصدق، هي بسموها attention bombs، بمعنى إنه بتيجي بتعملي، وهاي مثلاً الدعاية اللي مرة طلعوها على باراك أوباما إنه هو مسلم، ما حدا كان رح يصدق إنه شو يعني إنه what the hell إنه شو عم بيصير. لا يعني بس هي أرضت بعض يعني جماعة من الناس، عشان هيك أصلاً ما راحوا يتحققوا منها. بس مش بس أرضتهم، هي لعبت على المشاعر، وهذه هي الاستراتيجية الأولى بنشر الأخبار الكاذبة أو بنشر المعلومات الكاذبة والمضللة، وهي إشاعة. حتى لو ما صدقتيها، أنت شغلتي الرأي العام، احتليتي الأجندة تاعت الصحافة. عشان هيك مش بالضرورة الصحافة تنشر ما يتم، مش بالضرورة ننشر المعلومات الخاطئة، لكن إعادة نشرها حتى للتساؤل عنها هو نوع من تضخيم الظاهرة. يعني ففي كتير برامج وسياسات لازم تصير على مستويات مختلفة للتعامل مع الظاهرة. دولياً إحنا مش أسوأ من أي دولة، مش أحسن من يعني عموماً كل دول العالم تتعرض له، لكن إحنا بيئتنا الإعلامية مختلفة، اللي هي التفاعل بين التكنولوجيا اللي إحنا ما إلنا عليها سيطرة، حتى مش متعلمين عليها. يعني الإنفلونسي على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا يعني بالضرورة معرفة تكنولوجية، لأنه إذا أنا ما بعرف كيف الرسائل بتوصلني، إذا ففي عدد شائك من عدد من القضايا الشائكة اللي هي لازم أن يتم تناولها، وهيك التعامل معها كل واحدة على حدة، لكي نستطيع لنصل إلى رؤية أوضح. وضمن هاي الرؤية بيكون في الاعتراف بدور وتنمية وتطوير وضمان السستينابيليتي للمراصد اللي بحكي عنها بكر، اللي هي عددها محدود، البادجت تاعتها محدودة، دايما أندر ستاف بيكونوا سواء بفلسطين أو بالأردن أو بالدول التانية، وهاي كمان لازم تكون على الأجندة. هو مزبوط مش بكتر العدد، هو بوجود هاي المراصد بالساحة العامة، وكمان بتأسيس لمصداقيتها، إضافة طبعا لأنه إحنا ما عندناش تعليم وثقافة نقدية وما إلى ذلك من القضايا اللي ممكن نقعد نحكي فيها ساعات. يعني أتمنى أكون جاوبت على سؤالك منى. جاوبتي على سؤالي، وعندنا مداخلة من زميلنا الصيبي بتقول إنه اقتصاد الانتباه بيستفيد من المعلومات المضللة لجذب المستخدم إلى بيئة المنصة ولا يخرج منها، وجذب الانتباه هو النموذج الاقتصادي للربح المادي في المنصات الاجتماعية اللي هي ليست وسائل إعلامية وإنما أداة لجذب أو لفت لجذب الانتباه. بدي أرجع كمان مرة عند الزميلة هلا وأسألها عن جهود المجتمع المدني، جهود المبذولة من المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية اليوم في محاربة الأخبار المضللة، وكيف ممكن نطورها في ظل سيطرة الإعلام
الاجتماعي وانتشار ظاهرة مشاركة المواطنين في نقل الأخبار الكاذبة. لأنه بدي أعقب هون على اللي قاله الأستاذ صالح، إنه باب يعني هو فصل بين وجود المنصات الإعلام الاجتماعي وبين الأخبار المضللة، عشان ما تضلها هاي هذا المصطلح وصمة عند المؤسسات الصحفية، وإنما هو أصلاً اللي بيساهم فيه بشكل أكبر هو الجمهور وصحافة المواطن بين قوسين، وكيف الناس بتتعامل مع الأخبار. فشو رأيك هلا؟ رأيي معكم طبعاً، أنا ما بخلفكم الرأي أبداً، خاصة إنه إحنا صرنا عارفين قديش المعلومة الموثوقة المتحقق منها جداً مهمة، وخاصة بهذا اللي صار فيه هلأ بالعالم. إحنا واقعين بفوضى عارمة، يعني جائحة الكورونا غيرت كل الموازين والمعتقدات، وخربت ترتيب المعلومة أو التحضير لمعلومات وكيف ممكن نفيدها وكيف ممكن نرتبها، لأنها أصلاً المعلومة صارت تحكم نهج وسلوك الناس وصحتهم زي ما حكيت في البداية في المداخلة الأولى. ممكن تسبب الشائعة والمعلومة الغير دقيقة تكون فتاكة، مثل الفيروسات الكورونا. في كتير في بداية الجائحة فعلاً صار لهم بانيك أتاك، صار عندهم هوس والوسواس، وكتير ولا زالوا في ناس، وفي ناس دخلوا المستشفيات مش بسبب الكورونا، بسبب المعلومات اللي عم توصلهم، الأعداد، الأسماء، المناطق. في معلومات صحية كانت جداً تم تداولها بشكل رهيب. يعني طبعاً إحنا الجهود متابعينها، اليونسكو واحد من المؤسسات اللي على طول بادرت وعملت المعلومات المغلوطة والمعلومات الفيك أو الهيت سبيتش، خطاب الكراهية، تتضمن خطاب الكراهية، وراح يتم عليه. ما بعرف سامعيني؟ سامعينك تفضلي. لأنه قطع عندي. راح يتم التدريب عليه بعد بعض الإعلاميين وبعض الأكاديميين. لاحظنا لما أعلننا عن هذا التدريب إنه في جهود فعلا موجوده، وطبعا انا يعني مع بكر وبيحكي انه هم وجودهم صار له سنتين، ولكن عملهم واضح، وعمل المراصد القليله عددها قليل ولكنها جيده. الجهود اللي اكثر بدها تصير اللي هي توعيه المجتمع. توعيه المجتمع ببلش من المدرسه، ببلش من البيت، وهذه هي الجهد الثاني اللي المؤسسات عم تعمل عليه واليونسكو بتدعم فيه في هذا الاتجاه، اللي هو التربية الإعلامية. نسعى إنه يتم تقبلها من الجميع وتبنيها من جميع المؤسسات التعليمية عن طريق وزارة التربية والتعليم، وتصير هي ليست بس فقط في منهاجنا التدريسي، تصير أسلوب حياة. التحقق من المعلومة، تحقق من الصورة، عدم نقلها، عدم نقل الشائعات قبل يعني لما مرات احنا من نعمل ريشير للمعلومة منأكد انها هي ممكن تكون صح. واذا احنا كنا مؤثرين واحنا في موقع له مكانته، للأسف الشفافية عنا بتنعدم وبنخسر شوي شوي الثقة. في احصائيات كثيرة ظهرت في العالم على معلومات مغلوطة في الآونة الأخيرة، كان صعب التحدي لإلها إلا بوجود المراصد. فأنا طبعاً يعني بشجع جداً، مش عشان إحنا بحاجة لمراصد أكثر، لكن المراصد اللي بتغطيها المراصد أو الفئات أو المواضيع. في بعض المراصد ممكن تتوجه للمواضيع الاقتصادية أو المواضيع السياسية، لو بصير التخصصية في المراصد كمان هذا إشي مشجع جدا. طبعا ما يكون في التزام إلا إذا كان في التزام شامل من الكل، يعني نعبر عن تضامن بالتزام، عدم ما نترك أي حدا. يعني نحن مستعدين ندرب المؤسسات وندرب الأفراد
على التحقق، واللي هي جدا سهلة بوجود التكنولوجيا مثل ما قالت عبير بالخوارزميات والعديد من الابليكيشنز الموجودة، مثل ما قال أستاذ صالح قديش في ابليكيشنز للتحقق من بكلمات. بتطلب التحقق أول إشي عزيمة وإصرار، وإذا في حكومة ملتزمة بتحقيق الصالح العام ممكن نستخدم أدوات مبتكرة لوسائل التكنولوجيا. فعندنا مؤسسات جدا قوية، ولكن نحن بحاجة لإنشاء بنى أساسية، بنى تحتية مرنة للمعلومات، تهيئة بيئة مواتية لوضع آليات آمنة وشفافة لجمع المعلومات اللي بتعزز حفظ السجلات في المؤسسات العامة والخاصة، وطبعا التدريب على إجراء تحليل دقيق للمسائل اللي بتصب في مصلحة الصالح العام. وهي الأدوات ما بتكون فعالة إذا لم يتاح انتفاع الحر من المعلومة، يعني إذا ما كان في معايير دولية متعلقة بالخصوصية، متعلقة بالوصول للمعلومة زي مثل ما حكينا. كل هاي الأمور يعني لازم يتم الاعتراف فيها، يعني هاي قاعدة أساسية من قواعد التنمية المستدامة وشرط مسبق لتمكين البلدان اللي فعلا هي بتحترم حقوق الإنسان وبتعزز مكانتها وحماية المجتمع. إذا إحنا مجتمع فلسطيني أو كدولة فلسطينية عم نفكر إعادة بناء مجتمعنا والتأقلم مع الوضع الراهن الحالي اللي إحنا كلياتنا بنشترك فيه، إذا لابد إنه يتم تغيير في بعض القواعد حتى يكون مستقبل أوضح وفي مرونة أكثر في التعامل، عشان نقدر نحد من المعلومات المغلوطة، وليس فقط الأخبار هي معلومات أيضا. شكرا. شكرا كثير لك هلا. بدي انتقل لبكر، بس كمان بدي يضل عندي وقت لانه عندنا اسئله من الجمهور، فبناش ناخذ وقت كثير. انا اسفه انه عم بزنقك بكر، بس لانه عن جد عندنا كمان اسئله. سؤالي لك بكر، شو هي الجهود اللي ممكن اليوم نقوم فيها فلسطينيا للتوعيه حول انتشار الاخبار المضلله، وتحديدا يعني هون بخصص المراصد، بس كمان تقدر تتوسع وتعطينا إذا تحب عن مؤسسات المجتمع المدني عشان يكون في منع لانتشار الأخبار الكاذبة وتوعية الناس حول ضرورة التأكد من المعلومات والأخبار قبل ما يتم نشرها؟ تفضل. أحاول منها أني أكون سريع في الإجابة حتى ما أخذ كل الوقت. المعلومات المضللة أتفق تماما مع أساتذتي، المعلومات المضللة هي الأقرب للقلب، لذلك هي دائما تلعب على وتر العاطفة. عشان هيك إحنا دائما بتواجهنا مشكلة في مواجهة المحتوى المضلل، إنه محتوى عاطفي بيكون، فبيكون التفاعل معه سريع جدا وانتشاره كبير جدا، لأنه الناس تتعاطف مع هذا المحتوى وبتحبه فعليا، بغض العاطفة عنده فعليا. المشكلة الأخرى عندنا في هذا السياق لما بتقود منصات التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام التقليدية والمهنية في تغطياتها، وهذا كمان بيخلي الموضوع هنا أصعب شوي، لأنه بيكون جانب من النشر صار من طرف وسائل الإعلام المهنية، وهذا بياخذ معنا وقت ايضا لنمحي اثار هذا المحتوى المضلل سواء على منصات التواصل او حتى في الشبكه العنكبوتيه. لا نكتفي بالكشف عن المعلومه المضلله فقط او المحتوى المضلل، وانما ايضا نقدم للمتابعين الاليات اللي من خلالها بنعمل على التحقق من هذا المحتوى. على سبيل المثال، اذا كان الموضوع متعلق بالصور، زي مثل الصوره اللي انتشرت في فيضانات السودان وكانت هي للعاصفه الاستوائيه نويل، قدمنا للمتابعين عندنا على الصفحة كيف آلية البحث العكسي عن الصور، كيف نقدر نوصل للصورة وتاريخ نشر الأول ومين صاحب هذه الصورة. أيضا هناك جهود نبذلها في مكافحة المحتوى القادم من الجهات الإسرائيلية، زي ما ذكرت الدراسة 54% برأي المستجيبين للدراسة قادم من الجهات الإسرائيلية. زميلنا عصمت منصور بتابع كل ما يتم تداوله على منصات التواصل، كشفنا قصة كثيرة منها، قصة سحب الهويات اللي أربكت الناس فعليا، وقصة الإغلاق الشامل. فمنحاول دائما نعطي نصائح للمستخدمين للمتابعين إنه ما تعتمد على الترجمة الحرفية من جوجل، حاول دائما ما تأخذ بالخبر اللي ما بيكون مستند لمصادر واضحة خاصة، بقول لك لما يعنون الخبر يحكي لك مصادر عبرية أو بحسب وسائل الإعلام عبرية، لا، الخبر اللي ممكن ناخده هو بيكون مستند على مصدر، لما يقول نقلا عن رويت عن إذاعات، نقلا عن معريف، هذا ممكن فعليا تاخذ فيه بعد ما تتحقق منه، بكون هون واضح كيف ممكن تتحقق من اخبارها.
كذلك الأمر عندما تعلق الموضوع بالمعلومات اللي هي متعلقة بالانقسام السياسي، كثير نكشف تصريحات مزيفة تنسب لقادة فلسطينيين، نيجي نبحث فعليا عن مصدر هذه التصريحات نلاقيها حسابات وهمية. هنا بنقدم هاي التصريحات مثال للمستخدمين المتابعين كيف يتحققوا من أصالة الحسابات القائمة على النشر. فعلى سبيل المثال القضية المتعلقة في المصالحة على لسان جبريل الجوب، على لسان عدنان الضميري، على لسان خالد جرار المناضل خالد جرار، قدمنا مثال للمستخدمين كيف تحققنا من صاحب هذا الخبر وكان حساب وهمي أنشئ حديثا فعليا. أهم شيء في موضوع المتعلق كيف ننشر الوعي، نشتغل حقيقة على التدريب. أطلقنا ملتقى كاشف الأول ودربنا فيه نخبة من طلاب الصحافة وخريجين الصحافة الجدد حول آليات ومعايير ووسائل التحقق. ذات الأمر كان أستاذ صالح معنا أعطاهم جانب عن الممارسات الفضلة، كانت معنا الأستاذ لبنى الأشقر أعطت كذلك الأمر عن خطاب التنمر والكراهية. لدينا مشروع بصدد تنفيذه داخل المدارس، ولكن دائما الإمكانيات تقف حائل أمام تطور مثل هذه المبادرات، ولكن مصرين على تنفيذ هذه المبادرة حتى لو لم نجد التمويل لهذا الموضوع. أخيرا بشكل سريع منى تسمحي لي، يعني تفضل، نحن يعني نسعى حقيقة أن لا تكون الفائدة فقط متعلقة بكيف المستخدم أو المتابع أو الناشط يكشف هذا الخبر الزائف أو لا. كمان عندنا مهمة حقيقة، نحن متمسكين في هذه المهمة بالرغم من كل الانتقادات ومن كل الهجوم اللي صار علينا بهذا الإطار، إنه ننشر ثقافة التربية الإعلامية والممارسات الفضلة، ثقافة النشر المسؤول على منصات التواصل، ثقافة عدم التهكم والسخرية، عدم انتهاك الحق في الحياة الخاصة، ثقافة عدم الإساءة للفئات المهمشة في المجتمع. عم نحاول حقيقة كل فترة والتانية نشتغل مواد مثل هيك بالتعاون مع كثير من الأساتذة والزملاء في هذا الموضوع، بالرغم من عدم رضا يعني البعض عن هذا الموضوع. كثير بيقولون إنه شو دخلكم، يعني هذا مش مجال تخصصكم. لا، الأخلاقيات لا تتجزأ والتحقق جزء أساسي من الأخلاقيات فعليا، حتى نصير رائدين أكثر في الوطن العربي في مجال التحقق ونلحق تركب العالمية. إحنا بحاجة أولا لفضاءات ديمقراطية آمنة وحق الحصول على المعلومات بالدرجة الأولى، لأنه وهذا حقيقة كان نقد مباح من زملائنا، بيخافوا من عمليات التحقيق اللي نجريها وتسليط الضوء على الممارسات الغير مهنية، إنه يتم تكون مدخل للتضييق على الصحفيين أو الحد من حرية الرأي والتعبير لهم. إحنا بحاجة لبيئة قانونية تكفلنا حق الحصول على المعلومات، تكفلنا حق الحق في الرأي والتعبير. بحاجة أيضا لتنظيم ذاتي للصحفيين. اليوم فلسطين حتى اللحظة ما استطاعت إنه تقدم مدونة سلوك بيحكم النشر، بيكون هو يوجه الصحفيين في عمليات الضغط والأخلاقيات والممارسات الفضلة. أيضا قضية الاتهامات اللي يتم يعني مواجهة فيها المراسل، وإحنا شخصيا تعرضنا لهاي اتهامات بالتمويل، اتهامات بخدمة أجندات، وهذا إشي عاري عن الصحة حقيقة. بدنا بصراحة يعني حسن نية تجاهنا، إحنا عم نأدي خدمة مجتمعية بشكل تطوع خالص دون مقابل، بنحب إنه يكون في دعم من الجمهور وفي تقبل من زملائنا الصحفيين اللي حتى اللحظة في جزء منهم غير معتاد على هذا النوع من الانكشاف. شكرا كثير بدر، رح ارجع لسؤال التمويل لانه وصلنا سؤال في الكيو بكر، انا اسف حقك علي، لانه وصلنا سؤال في الكيو اند اي عن موضوع التمويل فرح نرجع نحكي فيه. بس قبل في سؤال على البحث نفسه، البحث الاستكشافي اللي هو موجه للاستاذ صالح، مين هي الجهات الفلسطينيه اللي ذكرتها في ترتيبات نشر الاخبار الكاذبه؟ احنا كان في عندنا مجموعه من الجهات، قلنا الجهات الفلسطينية. بس تسأل مين هي الجهات الفلسطينية اللي يعني حكى عنها البحث وتناولها البحث؟ لا، هو ببساطة شديدة، هو احنا حطينا الجهات الإسرائيلية وبالتالي كان في الجهات الفلسطينية الرسمية، بمعنى انه مين بضم، حتى لا نكون مثلا فتح او حماس او منظمة التحرير او الفصائل المسيطرة في غزة، فسمينا الجهات الرسمية الفلسطينية الجهات الفلسطينية. الجهات الرسمية هي المقصود فيها، لا اكثر ولا اقل. تمام، شكرا كثير استاذ صالح. عندنا سؤال من كايد مرعي، بيطلب منا انه او هو طلب انه نرجو التطرق الى جدليه التمويل والمصداقيه في السياق العربي، حيث تتقلص مصداقيه المراصد التي تدعمها دول، واعطانا امثله على بعض الدول اللي ما راح اذكرها في هذا السياق، وكذلك
تتهم المراصد التي تدعمها جهات مانحة بأنها تنفذ أجندات دولية وليست وطنية، أو مراصد تدعمها الشركات والقطاع الخاص، وتتهم أيضا بعدم الحيادية والمصداقية. يمكن بحب أسمع في البداية رأي دكتور عبير، وبعدين بكر لأنه حكيت هذا الموضوع، فممكن إذا بتحب كمان تشاركنا برأيك. تفضلي دكتور عبير، بس أنت محطوطة ميوت إذا بتشيلي الميوت. تمام. هلأ النقطة اللي أثرها هي نقطة في غاية الأهمية. الفكرة من المراصد الإعلامية إنه يكون في عندك أطراف حيادية، فمسألة إنه المرصد الإعلامي تموله دولة معينة أو تموله جهة خارجية أكيد عليه إشكاليات. بس ما هي خيارات التمويل للمؤسسات الإعلامية أو لهاي الجاب؟ إحنا بالميديا إيكولوجي بالمنطقة العربية، بالبيئة الإعلامية العربية، عندنا نقص كتير حاد بمؤسسات الرصد، مؤسسات رصد الجودة تاعت الأخبار. عندنا انحيازات، عندنا خدمة للأنظمة والفاعلين السياسيين والجيوش على حساب المواطن الغلبان العربي اللي ما بيلاقي ولا حدا يعبر عن اسمه أو يخدم مصالحه بطريقة مهنية. طبعاً في أصوات وفي صحفيين كتير مهمين، وفي بس عموماً إحنا في بيئة إعلامية هي مبنية على التحشيد ومبنية على فالتمويل. طبعاً التمويل عنصر كتير مهم، لكن ما هي الخيارات الموجودة؟ الخيارات الموجودة إنه تصير المؤسسات هاي المراصد ممولة من قبل الجمهور. هذه هي الطريقة الوحيدة إذا إحنا بدنا نضمن إنه هاي المراصد إنه ما تعتمدش على دول، لأنه إحنا تجربتنا معروفة مع الدول، يعني ما هم محسومين من اللي معهم مصاري ومن اللي بحطوا مصاري بهاي المراصد، معروفين منهم. أنا ما بدين كل المراصد ولا بدين العاملين فيها، أنا بقول إنه كل حدا بيجرب يساهم على قد ما بيقدر، وفي ناس أسماءهم ومهنيتهم كمان محطوطة على المحك، فأنا بعتبر كمان أحياناً هذه ممكن تضمن حد أدنى من عدم الانحياز في تناول هاي المصادر وتعاطيها مع القصص. في طرق كتير كمان ضمن التمويل، حتى لو كان التمويل من إحدى هاي من إحدى هاي الدول، إنه يتم الوصول لتوازنات معينة بحيث إنه التسليط الضوء على قضايا إلها علاقة بالهم اليومي أكثر للمواطنين، إلها علاقة ما بتسلط كتير على الانحيازات السياسية، بس الناس كمان العاملين فيها ما يسمحوا لحالهم إنهم يكونوا لعبة بإيد من يلعب واللاعبين كثر. يعني مثلا على سبيل المثال، أنا شفت بس لأنه في أستاذ معنا من ليبيا، على سبيل المثال من أهم اللاعبين الدوليين في المجال المعلوماتي الليبي هو روسيا. روسيا داخلة بالإعلام بوسائل التواصل الاجتماعي، وهون عم ريفرنسينج دكتور نواف التميمي، معك حق 100% في وجوب التفريق الاصطلاحي واستخدام اللغة كذلك. بتوقف هون بس، يعني روسيا داخلة على الخط بطريقة رهيبة، الصين داخلة على الخط، هلأ إسرائيل داخلة على الخط، مش بس الفلسطيني العربي. في إيكاد اللي هو المرصد الإسرائيلي كمان تفضلوا، هذا كمان شو ممكن يعمل في هذا الإطار. فبالتالي المراصد نفسها ممكن تكون خاضعة بسبب تمويلها لتحيزات الممولين والأقطار اللي وراها أو المؤسسات الدولية اللي داعمتها. فلازم يكون تعليم المواطن هو رقم واحد، اللي هي الكريتيكال كولتشر والكريتيكال إديوكيشن تاع المواطنين والطلاب. بعتذر على الإطالة. لا شكرا كثير دكتور عبير، كثير المداخله صراحه غنيه. بكر، عشان انت بديت تحكي عن هذا الموضوع فاكيد بتحب تعقب في هذا السؤال، تفضل. اؤكد تماما على ما قالته الدكتور عبير في هذا السياق. لا احد يقبل انه يكون مصداقيته ومهنيته على المحك فعليا. احنا هناك شراكه، بدي اطرح المرصد كاشف كمثل عشان ما اطرقش لامثله من خارج البيئه الفلسطينيه. احنا هناك شراكه مع نقابه الصحفيين، ونحن معترف فينا كمرصد رسمي، ولكن ولا مرة هاي الشراكة كان إلها علاقة في جوهر المنهجية اللي مشتغل فيها. لتحافظ المراصد على مهنيتها وعلى عدم تأثير الممول أو الشريك عليها، أولا الحل الأول هو أن يكون هناك وضوح في المنهجية، تنشر منهجيتها على موقعها على منصتها بحيث أن أي واحد يستطيع أن يدخل على هذه المنهجية ويطلع عليها. إحنا فعليا نقابة الصحفيين رصدناها مرتين خلال عملنا، وفي أعضاء في أمناء يعني أعضاء في الأمان العام للنقابة
يعملون في الحقل الإعلامي أيضا رصدناهم في ممارساتهم الغير مهنية وفي الأخبار في المحتوى المضلل. القضية الثانية أن يكون في هناك توازن في مصادر التمويل، ما نعتمد على جهة واحدة فقط في التمويل، وإنما يكون في هناك أكثر من جهة عشان في المحصلة ما يكونش هذه الجهة تستأثر في قرار المرصد أو تتحكم في آلية عمله. فعليا حتى اللحظة عشان أكون واضح معكم ما جناش غير تمويل واحد من الاتحاد الدولي للصحفيين، مبلغ زهيد 400 يورو ندفعه للموقع الإلكتروني. فعليا قررنا في حنخصص زاوية في موقع الإلكتروني ننشر عليها أسماء الشركاء والمانحين اللي بيقدمون المنح كنوع من الشفافية لأي شخص حابب يطلع ويعرف أيضا إيش الجهات اللي بتمولنا وإيش طبيعة التمويل اللي بيجينا فعليا. فالموضوع سهل بسيط، فقط تكون شفاف مع الجمهور زي ما حكيت في البداية. لما إحنا بنعتمد الشفافية في الرصد نرصد أي حدا بغض النظر، حتى المؤسسات اللي نعمل معها صحفيا هي تحت الرصد، وأيضا نكون شفافين كذلك أمر في ذكر كل المصادر اللي نستند لها في عملية التحقيق في عمليات التحقيقات. أخيرا أود التأكيد أنه شراكتنا أو تقبلنا لبعض المنح التمويلية لا تعني إطلاقا أنه إحنا تابعين لها أو تحت أجندتها أو تحت سياساتها، إلا سياساتنا المستقلة كمرصد موجودة على موقع المرصد اللي راح نطلق إن شاء الله خلال الأيام المقبلة بشكل رسمي، بإمكان أي شخص يفوت ويطلع على كل هذه التفاصيل. شكرا كثير بكر والدكتور عبير على الإجابة على هذا السؤال. ضايل عندنا مداخلة من نواف التميمي وفي سؤال من دكتورة هنيدة، بدي هم غالبا الأستاذ صالح بحب يعلق على المداخلة وكمان السؤال للأستاذ صالح لأنه عن العينات البحثية. بدي أبدأ بالمداخلة. نواف التميمي بيقترح ضرورة ضبط المفاهيم، لا أميل إلى تسمية الإعلام الاجتماعي هو إعلام رقمي وهي منصات تواصل اجتماعي وليست إعلام اجتماعي، مثل هذا الضبط للمفاهيم والتسميات هو بداية ضرورية لحماية الإعلام المهني المتضرر الأول من الأخبار المضللة، ومن الضروري التمييز بين الإعلام والتواصل وبين الإعلام الرقمي اللي هو تطور تقني في مسيرة الإعلام، كما حدث التطور من الراديو إلى التلفزيون ثم إلى التلفزيون الرقمي. أما منصات التواصل الاجتماعي فلا علاقة لها بالإعلام كما يتم تعريفه أكاديميا. أستاذ صالح بتحب تعلق على هذا الكلام صح؟ أنا شاكر جدا لتواجد الدكتور نواف التميمي، وهو كان أحد الخبراء اللي عقبوا على الدراسي، وبالعكس سعيد جدا بوجود يعني هذا التركيز في المصطلحات بصراحة، لأنه كثيرا ما نفتقده في الممارسات الإعلامية بما في ذلك الدراسات الإعلامية، وأنا يعني أحيي هذا الموضوع. بس كمان شغلة أنا حابب أحكيها يعني خارج فكرة أو قريبة من الإعلام الاجتماعي، أنه في فلسطين أو يعني أنا آمل أن يكون هذا البحث يعني عتبة لمناطق أخرى في مواجهة التضليل الإخباري، لأنه الأخبار المضللة هي بنت مجتمع اضطراب المعلومات بشكل عام. ومداخلة الدكتور نواف ذكرتني أنه اتصال تواصل اجتماعي وإعلام اجتماعي وفي اضطراب معلومات، فهذا يعطي يعني أو يطلب جهد إضافي من الفلسطينيين لضبط التواصل الاجتماعي والإعلام الاجتماعي والأخبار التقليدية. وأنا أستذكر في هاي المنطقة حملة يقوم بها الزملاء في حملة لمواجهة الفيسبوك ومحركات البحث. شبكات التواصل الاجتماعي وهذه الشركات الكبرى أيضا هي جزء من اضطراب المعلومات في فلسطين، وهي أيضا تحارب الحقوق الرقمية للفلسطينيين وتطلب منا جهدا إضافيا في هذا الاتجاهات. اسمه غير حاضر في ذهني الآن، ولكن بالإمكان أن نشتغل عليه العديد من الزملاء سواء في نقابات في اتحادات في صحفيين في عمل أهلي. هذا يعني يتطلب مضاعفة الجهد في هذا الاتجاه. شكرا أستاذ صالح. السؤال الأخير عشان ما نطول على الناس اللي عم بتشوفنا وكمان أنتوا أكيد تعبتوا، هو كمان سؤال موجه لك أستاذ صالح. كم هي عينة البحث؟ هو من أي مناطق بالتحديد؟ وأداة البحث وممكن ذكرت في البداية ولكنها بحاجة لمعرفة العدد، وهل هي ممثلة للشعب الفلسطيني بكل طبقاته وفئاته ومناطقه؟ 515 شخصاً من الأراضي المحتلة عام 48 ومن قطاع غزة ومن الضفة الغربية، وتم أخذ العينة عن طريق الهاتف من خلال شركة ألفا في رام. شكرا
شكرا جزيلا لأستاذ صالح. بعرفش إذا أي في حدا إذا في أي حدا منكم بحب يضيف إشي بس خلال دقيقة لأنه بدنا نختم. أستاذ صالح إذا بتحب تختم. أنا آخر إضافة مرة كما تفضل كل الزملاء، آمل أن يكون هذا البحث استكشافيا وقد نجح ومحط إطلاق ما بعد هذا البحث. وأنا أقترح يعني أنا أقترح إنه أن تذهب الدراسات باتجاه إنه مثلاً دراسة إنه في فلسطين ثمة خصوصية لاضطراب المعلومات، بالإمكان أن تدخل جهات فلسطينية كثيرة لترتب ما هو المطلوب في المستقبل كي ندافع عن أنفسنا معلوماتياً في مواجهة شبكة التواصل الاجتماعي وفي مواجهة اضطراب المعلومات المفروض على الفلسطينيين. هذا أنا أحب أن أؤكده. وفي شيء إضافي بحب أن أقوله، أنه إحنا في فلسطين محرومين من أن نثق بشركات التواصل الاجتماعي الكبرى، تويتر وفيسبوك وتيك توك، لأنه للأسف هذه الشركات تبني اقتصادها على اضطراب في المعلومات، وأكثر من ذلك جزء منها يحارب المعلومات الفلسطيني ويتورط في سيناريوهات معلوماتية مع الإسرائيليين ويحارب حقوقنا الرقمية. آمل في المستقبل أن يدخل باحثين وجهود أكثر من هذا البحث، وأن تستخدم المعلومات التي تم الحصول عليها في هذا البحث لتكون منطلق إلى مراحل جديدة. شكرا جزيلا أستاذ صالح. دكتور عبير فضلي. بس بحب أحكي يعني مسألتين بالختام. بحب أشير للملاحظة اللي حطتها الأستاذة نايلة صليبي اللي العلاقة باقتصاد الانتباه. طبعا اقتصاد الانتباه هو one of the main drive، يعني واحد من أهم القوى الشد اللي هي بتزيد من إنتاج وبتزيد من سرعة انتشار كمان المعلومات المضللة. النقطة الثانية اللي بدي أقولها إنه الخطورة اللي على الفلسطينيين بالأكم من سنة اللي جايين من الحرب التي بدأت عليهم واللي بشنوها الإسرائيليين واللي بشنوها كمان عدد من الأنظمة بالمنطقة العربية لتغيير الرواية الفلسطينية، لازم نكون كتير كتير يعني لازم يكون في كتير استعدادات لهذا النوع من الحرب اللي هي بلشت وبتصير على وسائل التواصل الاجتماعي، يوضع فيها في مصادر تمويلها ضخمة جدا. إسرائيل كمان راح تشوه الرواية الفلسطينية بزيادة ضمن العرب بسبب النشاط الاجتماعي للبروباغندا الإسرائيلية سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو سواء عبر المنصات المختلفة الإسرائيلية أو اللوبيات المختلفة الداعمة إلها حول العالم أو بالمنطقة العربية. فأول شيء لازم يتم العمل عليه هو إدخال مناهج التعليم ضمن رسمياً ضمن والعمل على تصميم مناهج كمان للأطفال الفلسطينيين وللشباب الفلسطينيين وللناضجين الفلسطينيين بمناطق 48 لها علاقة بالتعامل النقدي مع الأخبار، بالتعامل النقدي مع وسائل التواصل الاجتماعي، بالتفريق بين الخبر، يعني عدد كبير من المواد اللي هي يجب العمل عليها. وهون البداية بتكون بالتحصين الذاتي إضافة لعدد من العوامل اللي طبعاً أشارت لها الدراسة. وشكرا جزيلا واعذروني على الإطالة. شكرا جزيلا لمتحدثينا لأستاذ صالح، لدكتور عبير، لأستاذ هلا وأستاذ بكر، وشكرا كمان للحضور اللي ضلوا معنا طول الوقت وأثروا وأغنوا الحوارية بأسئلتهم وبملاحظاتهم ومداخلاتهم الثرية حقا. وهون إحنا بنقدر نقول لكم تصبحوا على خير وبنشوفكم حواريات قادمة. يعطيكم ألف عافية. يعطيكم العافية صباح الخير. شكرا جزيلا صبايا. شكرا يعطيكم العافية صبايا. شكرا جزيلا. شكرا.